السلام عليكم. استكمالا لحالات الطوارئ، جاي تي ده شاب 16 سنة، تعرض لطعنة أو ستاب في الرايت هايبو كوندريا. تمام، عملوا سونار، طلع إن في يعني مايلد فري كولكشن إن ذا أبدومن، فطلب له تراي فيزيك او طلب له سي تي ابدومن ويز اي في كونترست. واحنا في مرحله البلاننج للفحص كنا هنعمل ايه، فقلت لهم يعملوا فحص هو تراي فيزيك ابدومن كامل، بمعنى ان انا عاوز اشوف الارتيريال فيز على البطن كلها، وعاوز اشوف برضه الريت فيز على البطن كلها، زي طبعا الفينس فيز. ليه؟ لان انا فتحت الاستاكات بتاع الفحص عشان دي وان شوت ستادي، يعني بمعنى انا في وضع امرجنسي والعيان ده في بليدنج، انه في كولكشن، فانا عاوز ابقى ضامن ان انا اعرف السورس اوف بليدنج فين، ولما اكتب في الريبورت ان مفيش اكتف بليدنج، او بمعنى صح مفيش اكتف كونتراست اكسترافازيشن، يبقى انا متاكد تماما. فعشان كده ما اهتميت ان انا ستيل ما اعرفش فين الانجري موجوده، فاهتمتني بالارتيريا على البطن كلها، وبرضه دليت ان في اوقات الاكسترافازيشن او السورس اوف بليدنج بيبقى في فئه قليله يعني من المرضى بيبقى اوضح في الدليت. تمام، فانت بيبقى عندك ستاف رايت هايبوكوندريوم، فانت بتفكر في مجموعه من الاورجنز اللي قد تكون حصل فيها انجري. اول حاجه طبعا هو الابدومينال وول، رقم واحد. تاني حاجة الدافراج والليفر والكيدني والكولون، دي الحاجات اللي هي موجودة في المنطقة دي. فانت هتحتاج ان تعمل اسسمنت ديكلس لكل حاجة. فتيجي الانتيريور ابدومينال الهول اللي هو مسار الطعنة، هنا دخلت على الابدومينال والمسلز، ففي هيماتوما. ازاي عرفت ان هي هيماتوما؟ عشان هي هايبر dense visually it is hyper dense، ولو قستها تطلع برضو density بتاعتها عالية 70 هاوسن فيلد يونت. الهيماتومة دي intra and intermuscular. اوكي، فتحت ريبورت الموضوع ده، طلعت لنا فيه في ال right lateral abdominal wall في organized hematoma hyper dense، مقاسها thickness كذا والاكستنشن بتاعها كذا. تمام، ولازم تختم تعليقك على سطر الهيماتوما ان في there is active contrast extravasation. وموضوع الكونتراست اكسترافازيشن ده هو الكور اوف ذا ستادي والكور اوف يور ريبورت، وده السؤال ودي الحاجه الاساسيه اللي الجراح منتظر يعرفها. هل في كونتراست اكسترافازيشن؟ يعني هل في active bleeding وقت اجراء الفحص؟ ان معناها ان في contrast extravasation، يعني contrast طلع من الفاسكولار سبيس او البارينكيمال تيشوز الى الاوتسايد، فاسمه extravasation. active extravasation انت البليدنج بيحصل اون تيبل والعيان ده على جهاز السي تي. ف whatever اللي انت هتلاقيه في اي study لازم لما تعلق على organ contusion او organ laceration او هيماتوما تختم تعليقك there is active contrast extravasation ولا لا. دي نقطة مهمة جدا جدا، وهتلاقي دايما الجراحين عم عاوزين يسمعوا الكلمة دي، عايزين يسمعوا التعليق. انت لو قعدت تكتب كلام كتير جدا في وصف الليجنز او وصف التير او وصف الكونتيوجن، تمام، على عيني وعلى راسي، والجريدنج سيستم ازاي تستخدمها، تمام، كل ده على عيني وعلى راسي. في حاجتين اساسيتين هيبقوا عاوزين يعرفوهم، اول سؤال والاشهر هل هو في contrast extravasation or not، زائد هل في vascular injury or not، يعني لو عين كان trauma مثلا او blunt trauma قصدي، يعني او في بعض الاوقات بتاعت ال penetrating traumas ال vessels، يعني هل في vessel contusion thrombosis او هل في vessel occlusion وهكذا. تمام، او في infarct والكلام ده. فعشان تعرف كده انت هتعمل تحقن صبغة، فعملنا trifasic دي arterial phase. انت الانجري اللي هتحصلها في الانتيريور ابدومينال وول هت
تسكرول، ممكن تعمل مالتي بلانر اسسمنت، وانت دايما انصح بيه بالذات في حالة التروما. الهيماتوما موجودة هنا، هل في اي كونتراست اكسترافازيشن؟ يعني ايه؟ هل في بطشة بيضة او برانشنج، حاجة بدأت تبقى برانشنج كده irregular in shape، بتقول ان في كونتراست، يعني ده كونتراست في فيسل فماشي على شكل لينير، ولكن لو كان الارتري ده كانت صابت هتلاقي فيه بقعة بيضة وحجمها بيزيد في الفينس والديليت. انا يعني العيان ده عنده اكتف كونتراست. المهم هنا مفيش الموضوع ده، بالتالي الهيماتوما دي مفيش حاجة. طيب انت بتتخيل ان والله ان الهيماتوما ماشية كده بالزاوية دي في كده، فانت متوقع ان الانجري هتحصل في الليفر، ان ده شكل تقريبا هو ده الدايركشن اوف ستاب. فتيجي تبص، اه والله في حتة كده هايبودنس موجودة في الليفر، فتيجي هنا تعلم عليها. اه اهي تمام، هي دي اللي في حاجة لينير. طبعا ننزل شايفينها حاجة لينير، اللي هي دي، هي دي الستاب او اللاسيريشن اللي حصل. طبعا في لاسيريشن، هل في اكتف كونتر اكسترافازيشن؟ لا مفيش، ولكن مهم ان انت تقول الدبس السكنس بتاعها، هيطلع مثلا 5 مللي او 6 مللي، واللينس بتاعها from the capsule 2 سنتيمترز، وهل هي لمست vessels ولا لا. احنا هنا في ال arterial face، فهنعمل تفصيل لتقييم النقطة دي في ال venous برضو. تمام، فاحنا كده طمنا ان مكان ال injury هو ال liver. تمام، بصة سريعة كده على الكولون، والله الكولون اللي هيباتيك فليكشن مفهوش حاجة، ولكن اتأكد برضه هل في نيمو بروتينيوم أور نوت؟ لا مفيش نيمو بروتينيوم. وقبل بقى ما تسرح مع الليفر لاسيريشن، طبعا هي الانجري تحت، ولكن قد يكون حصل ده فراجماتيك انجري، فتبص برضه فوق، والله لا مفيش أي نيمو سوركس حاصل. تمام، وفي نفس الوقت يعني مفيش أي كولكشن بلورال أو أي حاجة تسجست إن في ده فراجماتيك انجري. وبرضه ان الليجن تحت شويه، بص على الكدني احتياطي، اتاكد والله تمام مفيش اي انجريز حاصله في الكدني، والكولون تمام مفيش مشاكل، وعندك الكولكشن موجود هنا في البلفس تراكم، يعني هتقيسه عادي يعني، وتعرف السنسيتيفيتي بتاعته ايه، عاليه 60، فده بلاد. اوكي، فهنرجع مرجوعنا للسيريشن دي. اوكي، ففي الارتيريال احنا ما لقيناش اي كونتراست اكسترافازيشن كفايه، لا لازم تبص على الفينس والديليت عشان تتاكد هل فعلا في اكسترافازيشن اور نوت، زائد الفاسكولار ريليشن اوف ذا اوف ذا لاسيريشن، هل اثرت على البورتال فينس سيستم اور نوت. فنشوف كده، انا بحب اجيب المالتي بلانر وبعد كده اعمل ابليك او اعمل اوبليك فيوز على مكان الانجريز، اشوف علاقتها بالفيسلز. نعمل كده مثلا، نعمل زومينج في الاوبليك كرونال، وهنا برضه هنحاول نظبط الاداء كده مثلا، هنتأكد هل في فاسكولار. لا هي بعيدة عن البورتال فين، البورتال فينيول اهو، هي بعيدة عنه، هكتب ان هي away from the portal فينيول، بس في حتة هايبو صغيرة هنا كده، يعني لو ركزنا لا هي ممكن نقول ان هي لمسة البورتال فينيول، لان هايبودنسيس واصلة لحد هنا بس ما فيش اكتف كونتراست بوزيشن، وفي نفس الوقت الفينيول ده ما فيهوش اي ثرومبوزس او ساين اوف انجري. تمام، بالتالي انت هتبقى عاوز ان انت تكتب كومنت بتاعك، هتقول ان والله اللي فيه لينير هايبودنسيتي موجوده ات سيجمنت 6 اوف ذا ليفر ريتشينج كابسول with no enhancement and no active contrast extravasation, not hepatic laceration, no nemobrutinium, وهتقول ان في arterial abdominal wall muscle inter on intra muscular, وفي no active contrast extravasation, وفي minimal to mild free intraperitoneal fluid collection at the pelvic region, intensity 16 Hounsfield or 60 Hounsfield unit, hemobrutinium
وتكتب برضو النيجاتيف نو نيمو سوركس نو نيمو بريتونيوم. تمام، فكده يبقى انت يعني كفيت ووفيت. تمام، وتكمل بقية الريبورت بتاعك، تبص على بيت البطن ممكن تلاقي حاجة انسيدنتال موجودة عند المريض دوت، وكيس دي واز اوبزيرفد، ما تعملوش اي سيرجيكال انترفنشن، كان ستيبل، تعملوا بعد كده فولو اب الالترا ساوندز، الكولكشنز بتقل واحدة واحدة، وخلاص العيان ديستشارجد وراح البيت بتاعه. بيبقى دايما مهم في الحالات دي برضو بالذات اللاسيريشنز اللي وصل للكبسول، في الفولو اب بتاعته تركز على المكان اللي هو جنب ده في الالترا ساوند، يعني جنب الليفر، لان وارد يكون في بايل انجري حصلت، فيحصل بايلوما، تجمع للبايل جنب الليفر، بس ده حسن الحظ المريض ما حصلش يعني، بس ده تبقى نقطة دايما ايه في بالك. اتمنى تبقى الحالة مفيدة، هي حالة ان شاء الله سيمبل مفيهاش كلكعة، و طبعا ما عنديش حالات كتير بصراحة يعني استاب، لان دي طبيعة الشغل يعني، انت بتبقى شغال في مراكز أشعة قليل جدا في الأساس، حالات الإمبرجنس اللي توصل مراكز الأشعة قليل جدا، حالات الاستاب لأن دي غالبا حالات بتبقى حالات مستشفيات ما بتروحش على مراكز الأشعة، ولكن لو جت حالات تانية إن شاء الله كده يبقى إحنا نفرجها لكم وتتعلموا منها بإذن الله. يلا إلى اللقاء.